هذه الكلمنا عن حكاية أنهار. وجدت طبعا أنهار هي من ضحايا الشعب اليمني، من ضحايا الميليشيات الحوثية، من ضحايا الحرب حقا. أصلا أنهار طبعا وجدت أثناء الحرب. أنهار طبعا كانت عايشة ببيت، طبعا ولد عادي كان ولادته من البارحة، بعدين جاءت قذيفة من حق الميليشيات حطمت جميع المنزل. طبعا الغرفة كانت ميليشيات حطمت جميع المنزل. طبعا الغرفة كانت أهلي كلهم داخل غرفة وهي بغرفة ثانية. طبعا إحنا ما دريناش إيش السبب إن هي كانت بغرفة، يعني ما يعلم به إلا الله ليش كان هنا. بعدين نزلوا أصحاب المقاومة لما شافوا إن في ناس أصلا عندهم جدد، نزلوا كامل أخذ الابن هذا اللي كفله. طبعا أخذه وروح بلعند أمه، لأن آلف دائما تكفن الأموات. قلت له لا، مش ممكن أني أكفن طفلة. قال الذي عادي حي. طبعا عادي كانت حديثة الولادة بالفقر، طبعا هم جاوا بالليل وبالفقر وحصلت هذا الشيء. طبعا وهي خلاص من بعد ذيك اليوم هي عندهم الطفلة. هلا ظهر لآن هل كانت جنب حد من اللي توفوا؟ أنهار طبعا كانت بغرفة وأهلها جميعهم بغرفة، ما هم مش دارين إيش السبب اللي هي خلاها هي بغرفة والأهل جميعهم كانوا بغرفة. لا يوجد لا أي أهل، ما ظهر ليش أبدا. جلسوا منتظرين سنة كامل إنه منتظرين بيظهر لأهل أو أب أو أخ أو عم، ما ظهر ليش أي واحد، يعني ظهر ليش أي واحد، يعني سئلوا على الأهل من مناطق من تعز يعني طبعا من هنا. تكلمي لنا كيف بدأت حياة أنهار في بيتها الجديد لها. طبعا دخلت لهم زي النور أول واحدة، لأن طفلة هم كلهم قدهم كبار، الوحيدة اللي هي صغيرة. طبعا أي حاجة يعني لنهار لدرجة إن الأم مش ممكن الحين يعني حاليا ما تشحدني المسأ، يعني حقي كذا كأن أنهار متعلق بزيادة، يعني لما نخرج ونرجع إحنا وهي خلاص قضيت بكت الشي ترجع لي ثاني مرة لعندي. يعني عدت لهم الحياة وهم يعني استقبلوني كأن أخت وأكثر من أخت. وذيك أم الشرعبية أخذت أم له. نحن في رمضان، فرحة رمضان، وتعز ما زالت تعاني من الحرب وقتل الأطفال، ماذا تقولين؟ أقدم رسالتي إنه أتمنى إن إحنا نناشد ونحن الدولة العربية، الدولة الأمم المتحدة، أتمنى من جميع الناس إن ينشدوا إحنا وين حقوق الأطفال، حقوق النساء، جميع حقوق الشباب، حقوق جميع الناس اللي هم اليمنيين بدت حقوقهم فين هي؟ وإحنا مقبلين على شهر رمضان، أتمنى إنه الحرب يوقف لأن إحنا الآن قاربين على شهر رمضان، شهر الكريم. شكرا. بمناسبة شهر رمضان المبارك، تقدم مؤسسة فجر الأمل الخيرية سلة غذائية لعائلة أنهار ومن تأولها.